طيب التيبلز هي تيبلز بتنفع معانا بعد كده في الفورم، ولكن احنا يعني مش هنتطرق ليها قوي لان هي تيبل بس، بس تيبل بقى سمارت شويه، زي احنا ممكن نستغل الفورمه دي ونجيب اكسل او وورد ونشتغل عليه، بس يعني هي الموضوع ده كله. طبعا ده برضو الموبايل ابلكيشن مرتبط بالابس برضو، ده موبايل ابلكيشن سيرف. ومن خدماتنا هنا كمان السمارت بي دي اف فورمز، يعني بي دي اف فورم وتكون سمارت انك تقدر تاديت فيها وترسل الداتا بتاعتها، والريبورت بيردر، يعني مجموعه من الادوات بالاضافه للبي دي اف اديتور، بس مش هتقدر تشتغل قوي قوي عليها غير باشتراكات بعض الامور هنا يعني. طيب دي المنتجات بصفه عامه يعني، ولكن انت لو جيت هنا في التمبليتس اللي هم بيتيحوها، ما بيتيحوش لكل حاجه، بيتيح هنا اكتر هتلاقي هتقول لي فين يا دكتور عبد الرحمن الموبايل ابلكيشن اللي هي كانت موجوده في البرودكت، اقول لك ما هي الابس، ما انا قلت لك هي الاب دي، هو قصده هنا الاندرويد ابلكيشن من الاول يعني، شايف الرمز ده عشان ما يختلطش عليك الامر لما تدخل على البرودكت، هو الرمز ده يعني، بس هو بيعرفك يعني، هما دول سكتين سكتين، بيوديك هنا للموبايل فورم ودي بيوديك على الابس على طول، تمام يعني الابليكيشن على طول، اما دي بيوديك هنا على الموبايل فورمز، تمام. فاحنا برضو هدفنا الابليكيشنز، ماشي الكلام؟ طيب عشان بس برضو تبقى انت اخد فكره او اوفر فيو عن الخدمات اللي بيتاحها الموقع هنا، بيسمح لك انك تدمج ايه، هو في مزايا كتير والله، اشوف سيمور يعني، انا عايز اشوف سيمور علشان اشوف كله يعني. اخد بالك هنا بيخليك تندمج مع العديد من العناصر، زي البلاك بورد، لما انا احط جوه البلاك بورد الزوم، زي ما بحط جوه البلاك بورد برامج تانية هنا، علشان الناس اللي هتدفع الاشتراكات، فبيقول لك انت ممكن تكولكت البيمنت بتاعتك عن طريق البي بال، سواء انت عندك حساب بيرسونال او بيزنس مش هتفرق، ولكن انت ممكن يبقى في عندك حساب على البي بال، وسواء هو بيرسونال او بيزنس، وتربطه بالابلكيشن بتاع الاندرويد بتاعك، وتاخد اشتراكات من الناس عن طريق هذا الموضوع. في ايضا لما يكون عندك انت الـ عامل شيت هنا جوجل مربوط بفورمه، والشيت ده بيتملى نتيجه فورمه معينه في الجوجل، ممكن انا استغل ده اربطه بفورمه تانية جوه برنامج الاندرويد، يبقى الناس عماله تدخل الداتا عن طريق جوجل فورم جوجل، والناس برضو بتدخل الداتا عن طريق الابليكيشن اندرويد في نفس شيت الجوجل شيت اللي انا عامله على جوجل، ودي ميزه ربط رهيبه جدا في هذا الموقع بستفيد منها. انا عامل استطلاع راي مثلا يعني، انت عامل استطلاع راي لاعضاء هيئه التدريس في كليتك او للطلاب حوالين شيء معين بالجوجل فورم، وعايز تقول انا اكثر باور، انا باور اكتر، فعامل برنامج اندرويد وهربط الشيت اللي مربوط بالفورمه ده، هربطه هنا بالابلكيشن بتاع الاندرويد، وحصل الداتا بتاعتي، واخد الداتا بتاعتي وكولكت الداتا من الابليكيشن، بالاضافه لان انا اخد الداتا اللي موجوده في الشيت اساسا، لو دخلت في داتا اخدها جوه الابليكيشن بتاعي، ايه المشكله؟ يعني كأن الشيت بقاله بوابتين، ماشي الكلام؟ طبعا بقى في ادوات اخرى بقى، ممكن استغل جوجل درايف ان احط الصور والفايل والفيديو عليه واستغلها، ممكن اعمل ميتنج من جوه الابليكيشن باستخدام اداه الزوم، وانا عندي اشتراك على الزوم، فانا بقعد بس ويعمل ريجستر ويدخل من كله من الابليكيشن، يعني ممكن تعمل ابليكيشن متكامل تعليمي، في ماتيريال موجوده على الجوجل درايف، في جلسات متزامنه مربوط بالزوم والامور دي كلها، فانت طبعا تقدر تعمل دمج او ربط ما بين التطبيقات اللي انت شايفها دي كلها. انا مش عايز اكتر طبعا كلام، انا بقول اشهر حاجه بس، فعندك البي بال وخدمات جوجل زي الجوجل شيت والجوجل كليندر والدرايف، وعندك الزوم طبعا كاداه للاجتماعات، وهي متوفره في جامعه القصيم برضو اداه الزوم، يعني في اساتذه عندهم حسابات زوم تبع الجامعه يقدروا يربطوها بهذا الموقع، زائد مجموعه اخرى من الخدمات زي ما انت عارف وظاهر امامك، انا عمال اعرض لك حتى الوورد بريس فيدباك باتون ممكن اضيفه، في ناس بيحتاجوه،
في عندك الادوات كتيره، ادوات كويز فورم، يعني في عندك اداه ممكن تعملها انتجريشن جوه الجوت فورم اللي هو الكويز فورم، والمنصات الاخرى زي الجمله، مش هبقى هتلاقي بلاك بورد هنا ولا لا، ممكن تعمل عمليه الربط ديت. بس طبعا الربط ده بيحتاج انك تسدد اشتراكات، طبعا ما بيبقاش فور فري يعني. تمام، ممكن تعمل فورم للاي او اس، هي الحاجات للابل مخصوص، يعني هو بيقبل من حيث المبدأ الابليكيشن اللي انا هعمله هيقبل هنا وهنا، تحط اداة الجيميل وتفتح الايميلات بتاعتك بتاعت الجيميل جوه الابليكيشن، وده شيء جميل جدا يعني. هي خلصت كده عملية الربط. ممكن تفتح الجوجل باي او الابل باي، تفتحهم من خلال الابليكيشن بتاعك. كل دي خدمات اضافية موجودة عندنا نقدر نربط بيها، سواء في الدفع او في الكلاود ستور، احفظ صوري واجيبها جوه الابليكيشن او فيديوهاتي او الكلام ده كله، كل دي اقدر اعمل انتجريشن بيها. انت تشوف بقى، انت بقى من حيث المبدأ عايز كونتنت مانجمنت سيستم اللي هي زي الجملة وخلافه، يبقى انت عندك ادوات معينة، الوورد بريس والجملة، مفيش بلاك بورد يعني. حتى هنا في الليرنينج او الاديوكيشن ممكن ما يكونش عاطي التصنيف ده في الانتجريشن، بس عاطي هنا ممكن يبقى عاطي هنا ممكن الكونتنت مانجمنت سيستم كبديل يعني. تمام، ده كأساس ان هي كونتنت مانجمنت سيستم اللي يعني اخت الليرنينج مانجمنت سيستم، ولكن معمولة ممكن تستخدم كبوابات يعني، دي اللي هي ممكن تستخدمها الجامعة كبورتر، دي تعتبر بورتر يعني، دي تستخدم كبورتر للجامعات والشركات الكبرى وكده. هو حتى بيقول لك ان الكونتنت مانجمنت سيستم ديت، مش عارف بقى هو هيقول لك هيشرحها لك هنا، هو مش يعني هو مش في مجال انه يشرح لك يعني ايه كونتنت مانجمنت سيستم، ولكن هو بيقول لك اي حاجه بتببلشها وتنشرها من الكونتنت على البورتر ديت ممكن تظهر عندنا في الابليكيشن بتاعنا فور فري يعني، ما فيش فيها مشكله. طيب هنا برضو الايميلينج، الربط بالايميلات. طبعا انا شفت جوجل يعني في الزحمه اللي انا شفتها، انا كنت شايف في الجيميل اهو، طبعا مش عارف ما فيش مايكروسوفت هنا ولا ايه، بس انا مش شايف هوت ميل ولا ام اس ان، انا مش شايف يعني، انا شايف جوجل موجود، زائد خدمات اخرى للبريد الالكتروني موجوده برضو. بالنسبه للسوشيال ميديا، ما شفت في الفيسبوك اهو تربط بيه، ما فيش تويتر، تمام مفيش تويتر، في فيسبوك. تمام، بدل في فيسبوك اقدر اشتغل بالانستجرام، في حاجات للانستجرام انا عارف ان هي موجوده يعني، في امور مختلفه. الفايل شيرنج ده جوجل برضو، وجوجل رابط بيه جامد، اللي هي بالدرايف. ماشي، وادي البوكس، وادي الدروب بوكس، ما هو الدروب بوكس موجوده، والوان درايف. بس في الايميلات مفيش، في الايميلينج انا ما شفتش ولا موجود، مفيش مايكروسوفت، انا مش شايف مايكروسوفت، انا هي حاجه طبعا، بس الجيميل موجود. بس بالنسبه بقى للدرايف او الكلاود او الفايل ستورج، هي كانت قدامي دلوقتي، ايوه الفايل شيرنج او ستورج، هجد ان موجود الحاجه بتاعتي اللي انا برفعها، ممكن اعمل سينكرونايز وارفع على وان درايف، يعني ممكن استغل وان درايف الجامعه مع الابليكيشن، ممكن اشتغل بالجوجل درايف، ممكن دروب بوكس، على حسب. انا عندي اشهر اربعه انا بشتغل عليهم وهم جايين مع بعض وعاملين زي رأس الحرب، عاملين زي كده زاويه قائمه هنا. فيعني المابنج اكيد في جوجل ماب، بدل في مابنج، لا تصدق هو جايب اتنين ماب تانية ما فيش فيهم الجوجل ماب يعني، حتى مش مفلتر، هو قال لي اتنين وهم اتنين فعلا. وادي البيمنت بروسيس، وانا وريتك البي مالك نموذج عنها والامور شغالة يعني. فكل دي خدمات مهمة جدا ما اتكلمناش عنها قبل كده، وحبينا نوضحها للناس ان ده كل ده موجود عندنا ككاتيجوري.